بمعتمدية حزوة الحدودية من أقصى الجنوب الغربي للبلاد التونسية والمحاذية للحدود الجزائرية، أعطيت شارة انطلاق الدورة الثانية للماراثون الدولي إلترا تراي غازيل بمشاركة 91 عداء وعداء. عم ناول عشتوا معانا فعاليات الدورة الأولى اللي كانت ناجحة برشا، وبنجاحها جات الدورة الثانية. الرياضة راهي حياة، الرياضة راهي صحة، الرياضة راهي روح، الرياضة راهي سياحة، واني نمس في السياحة الرياضية، وحبيت منطقة حزوة معتمدية حزوة تبرز بالرياضة. ثلاثة دول سجلت حضور هذه الدورة، فرنسا والكوت ديفوار والمغرب، في حين تعذر الحضور على الآخرين بسبب مخلفات جائحة كوفيد 19. هذه ثاني مشاركة لي في سباق في الصحراء التونسية وأول مشاركة في هذا الماراثون، ووجدت الأجواء رائعة. نشارك اليوم في 70 كيلومتر، عملناه ودخلت المرتبة الثالثة في حزوة لهنا، إن شاء الله السنة زاد نعمل كلاسمون باهي سون بليسير. أنا سعيد بالمشاركة لأول مرة في هذا الماراثون في عمق الصحراء. شاركت في الدورة الأولى وعجبتني، وجينا للدورة الثانية، هاني بادرة طيبة إن شاء الله ديما تتكرر، وإن شاء الله ديما تلمد الشمل ونشوفوا الصحراء ونكتشفوا برشا حاجات. حركات إحمائية بنسمات صحراوية منعشة أضفت أجواء مميزة قبل انطلاق الماراثون. في تحدي جديد ورغم ضعف الإمكانيات، يواصل كسب الرهانات وتحقيق نجاحات مهمة في دعم السياحة الرياضية الصحراوية عبر بوابة حدودية صحراوية أو منطقة بني غريب بمعتمدية حزوة ذات العمق الحضاري والثقافي المتجذر في التاريخ.